بسم الله الرحمن الرحيم. في المقطع اللي قبل هذا تكلمنا عن الفرونتال لوب والبرايتال لوب. في المقطع هذا ان شاء الله بنتكلم عن التمبرال لوب ونتكلم عن الاوكسيبيتال لوب من ناحيه الفانكشنال اريا والليجن اللي يصير فيها. طيب التمبرال لوب احنا عرفنا انه هو اللي مسؤول عن الهيرنج، والاوكسيبيتال لوب هو اللي مسؤول عن الفيجن. بالنسبه للتمبرال لوب عندنا السوبيرور والميدل والانفيرير تمبرال جايراي. مين اللي يهمني فيها؟ اللي هو السوبيرور. السوبيرور تمبرال جايراي يحتوي على برايمري اوديتوري اريا وسكندري اوديتوري اريا واسوشيشن اريا، واخر شيء في المنطقه هذا اللي هنا جدا جدا مهمه اللي هي الفيرنكس اريا. البرايمري اريا مسؤول عن اني انا اسمع الصوت بدون ما اعرف ايش هو، بس فقط اسمع الصوت. السكندري افهم الصوت. الفيرنكس استوعب الفكره او استوعب الغرض المطلوب من الصوت، وبعدين بالتالي اقدر اعبر وارد على هذا الصوت اللي جاني. طيب او اقدر اكون سبيتش يعني. فنجي نتكلم عن البرايمري. البرايمري اذا صار فيها ليجن بيجينا امبيرمنت اوف هيرينج، خلل في السمع، بالاضافه الى كورتيكال ديفنس، تمام، اللي هو ضعف في السمع ليس بسبب الاذن نفسها انما بسبب الكورتكس، عشان كذا نسميه كورتيكال ديفنس. بالنسبه للسكندري ما فيها اي شيء مهم، بس هي المسؤوله عن استيعاب الصوت، بالاضافه للفيرنكس اريا اللي جدا مهمه، هي المسؤوله عن اللي هو الاستيعاب والفهم واني انا افهم الصوت بشكل كبير. واذا جاني فيها ليجن لا سمح الله بيجيني السنسوري افاجيا، ما اقدر ارد على، ما اقدر اتكلم، مو عشان انا عندي مشكله في الكلام او عندي مشكله في المسلز، انما مشكلتي في الاستيعاب، فهذه الفيرنكس اريا. طيب بالنسبه للفيجن صراحه ما هي واضحه مره الارياز، لكن عندنا في المنطقه هذه اللي هنا هذا الكلكراين سلكس، في المنطقه هذه اللي هنا اللي هي الميديال سيرفيس اوف ذا اوكسيبيتال لوب، في عندنا فيها الفيجوال برايمري فيجوال اريا اللي هي 17، بالاضافه الى 18 19 اللي هي الاسوشيشن فيجوال اريا، تمام، تكون في المنطقه هذه كلها على بعض 17 19. اذا صار فيها مشكله بيجيني هومو نيموس هيمي انوبيا، واللي هي جدا مهمه في المنطقه هذه، هومونيموس هيمي انوبيا تمام. طيب بالنسبه للانفيريور سيرفيس اوف ذا برين صراحه ما هي واضحه مره، لا عفوا اخر شيء بس في الفيجوال عندنا في المنطقه هذه لو شلنا السيربيلم، انا ما ادري هل ممكن يجيب الاختبار بدون سيربيلم ماني متاكد، لكن لو شلنا السيربيلم عندنا الجايروس اللي بيكون ماشي زي كذا في المنطقه هذه اللي هنا اسمه اللينجوال جايروس، هو اللي مسؤول عن استيعاب او اللي هي ايوه اللي هو مسؤول عن استيعاب اللاند ماركس والفيسز واللترز اللي هي الحروف، تمام. فاللينجوال بحرف ال مسؤول عن اللترز واللي هي اللاند مارك والفيسز. بعدين عندنا اللي هو الانفيرو سيرفيس، عندنا منطقتين مهمه اللي هي البارا هيبوكامبل اللي مسؤول عن الايموشنز، وعندنا بعدين المنطقه هذه هي الانكس اللي مسؤول عن الاسمل. اذا صار ليجن في البارا هيبوكامبل بيجينا اللي هو loss of memory او loss of learning بشكل معين، الكلمه ماني متاكد منها صراحه بالنسبه للبرونسيشن يعني. بعدين الجهه الاخيره هذه هي الانكس اللي مسؤول عن الاسمل، اذا صار فيها انجري بيجينا انوزميا. الصوره الاخيره بس اوريكم هي اللي ما مهمه جدا اللي هي المنطقتين هذه، البروكس اريا اذا صار فيها ليجن عشان نعرفها، بس البروكس اريا لو صار فيها ليجن بيجينا اللي هو موتور افاجيا، والفيرنكس اريا لو صار فيها ليجن بيجينا اللي هو سنسوري افاجيا. خلونا نشوفها كمان بس مره واحده هنا كمان، عندنا طبعا هذا البرين هنا مقلوب، فعندنا هذه البروكس اريا موجوده هنا قلنا موتور افاجيا، وعندنا اللي هي الفيرنكس اريا سنسوري افاجيا.